أشرقت شمس الحرية على السودان حين انتخب الشعب السوداني أول برلمان له، وحين انتخب ذلك البرلمان أول حكومة وطنية تمسك مقاليد البلاد. توافد نواب الشعب على معقل الحرية من الجنوب والشمال والشرق والغرب، وكل واحد يحمل بين جنبيه أماني أمة دواقة للحرية والعزة والكرامة. ودعي إلى الافتتاح إلى جانب النواب ممثل الأمة السودانية من كل هيئة وطائفة. السيد خلف الله خالد عضو معين في مجلس الشيوخ ثم وزير للدفاع. شخصيات تمثل المجتمع السوداني بمختلف نواحيه ومشاربه. سيادة السيد عبد الرحمن المهدي. السيد الدرديري أحمد إسماعيل وكيل وزارة شؤون السودان في مصر. سيادة السيد محمد عثمان المرغني نجل سيادة السيد علي المرغني. السيد مرغني حمزة نائب دائرة درمان الجنوبية ثم وزير المعارف والزراعة والري. السيد إسماعيل الأزهري نائب دائرة أم درمان الشمالية والآن رئيس أول حكومة سودانية ووزير للداخلية. السيد الصديق المهدي نائب دائرة كوستي الشمال. وما أن انتظم عقد النواب في ساحة دارهم حتى وصلت فرقة قرقول الشرف تتقدمها موسيقى قوة دفاع السودان. موكب القضاة من مدنيين وشرعيين يتقدمهم رئيس القضاء ومولانا الأكبر قاضي القضاء. وبعد أن دخل كل المدعوين الرسميين على حسب ترتيب البروتوكول وصل إلى دار البرلمان الحاكم العام ليلقي خطاب الافتتاح الرسمي. النواب والشيوخ إلى قاعة مجلس النواب بينما توجه المدعوون إلى شرفات المجلس كل في المكان المخصص له، وكان كل واحد يشعر ويحس من سويداء قلبه
بعظمة ذلك اليوم في تاريخ السودان، اليوم الذي خطت فيه البلاد أول خطوة في حياتها الديمقراطية، وتخلدت فيه أول نظم من نظم